مبروك، الف مبروك لكابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ماهر همام، يعني كلكم بالتاكيد يعني النهارده المكسب كان مهم جدا. مبروك أكيد. لكل جمهور النادي الاهلي. معايا في هذه اللحظات الاستاذ خالد درندلي رئيس البعثه. استاذ خالد بقول لك الف مبروك، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، مكسب مهم جدا وفي توقيته. مكسب مهم، والحقيقه احنا كنا عايزين نستعيد الثقه ونرجع بثلاث نقط نروح بيهم تونس كده، واحنا ان شاء الله عندنا ثقه اكبر من كده، وباذن الله احنا يعني انا شايف ان احنا بنتحسن، والفرقه ابتدت تاخد على بعض، المدرب ابتدى يلم الموضوع، فان شاء الله يعني انا حاسس كده متفائل باذن الله، زي ما كنا متفائلين النهارده. بجد احنا كنا متفائلين كلنا النهارده الحمد لله. طيب دخلت غرفه الخلع الملابس ووجهت التحيه لكل لاعب وتلقيت اتصال هاتفي من الكابتن محمود الخطيب، الرساله وما حدث داخل غرفه خلع الملابس؟ لا الرساله طبعا بنهنيهم، وطبعا واحنا كنا قبل المباراه بيحسسينهم ان المباراه جامده، واحنا بنقول لهم ان انتوا قد المسؤوليه. خلصنا المباراه وكسبنا فعلا ان هم قد المسؤوليه، ادينا لهم مكافاه اجاده زي اللائحه ما بتقول. يعني بنقول لهم ان كل مصر كانت معاهم، وحتى في جاليه مصريه على قد العدد القليل كانوا صوتهم طالع في وسط الجمهور البوتسواني كله، والناس جايين يباركوا لهم هنا. فالحمد لله احنا سعداء جدا بالفوز ده، الفوز ده له معاني كثيره جدا وله دفعه قويه جدا للفرقه والجمهور وقال كل الهويه. يعني رساله الكابتن محمود الخطيب، ايه الكلام اللي اتقال في الوصف وفي الحاله دي يا استاذ خالد؟ طبعا هو الحقيقه كان سعيد جدا وقال لي بلغهم تحياتي تهاني كل مجلس الاداره، والحقيقه كذا عضو مجلس اداره من زمايلنا كلموني برضو يباركوا لي، ومش احنا بنبارك لبعض يعني، احنا كلنا في مركبه واحده. الحمد لله احنا سعداء جدا بالفوز ده، فوز له معنى كبير وله تاثير على بدايه دوري. احنا عندنا دوري قوي هيبدا بماتشين مهمين للاسماعيلي والمصري، عندنا مباراه الترجي، فلازم نكون راجعين من هنا منصورين. الحمد لله معانا ثلاث نقاط ثمان جدا ثمان، فاحنا فعلا كنا محتاجين الدفعه دي. ازاي الدفعه المعنويه دي نستفيد بيها في المرحله القادمه وجمهورنا يتعامل مع هذا المكسب بالاهميه المرحله القادمه استاذ خالد، بحيث تركيزنا كله يكون مع فرقه الاهلي للبطوله الافريقيه؟ لا مش افريقيه بس، الدوري كمان، احنا عايزين الدوري الافريقي، وعايزين يعني الاهلي كده يرجع، ونقول يا رب الجمهور يرجع كمان تبقى الكره ليها طعم. والنهارده بقول لك انا سعيد جدا بالجاليه المصريه البسيطه جدا اللي جم حضروا وكانوا بيشجعوا، وستات واولادهم، ويعني الحقيقه يعني نفسنا بقى نشوف الكلام ده في مصر بقى كمان، الجمهور يرجع، والدفعه دي تدي ثقه للفرقه وتدي ثقه للجهاز الفني، جهاز الفني جديد. فطبعا النهارده كان بالنسبه لي اول ماتش خارج مصر، له دفعه كبيره قوي عندهم. يعني اول حاجه يعني قالها قلتوها مع باتريس كارتيرون او مع كابتن محمد يوسف فور انتهاء المباراه؟ لا احنا حضرنا بعض، هو الراجل ما فيكش كلام، لان احنا فعلا انا حاسس احنا كاهلاويه مستنيين الفوز، وهو كمدير فني جديد مستني الفوز لاول ماتش خارج مصر، فيعني احنا الاثنين كنا مشتاقين للثلاث نقاط دول. تمام، شكرا جدا يا استاذ خالد، الف مبروك. الله يبارك فيك.